بالنسبة لي التغيرات المناخية حاجة نشوف فيها مليانة صغيرة، جوست ما كنتش واعية سوفيزامون باش نعرف هذيك هي شنو. وانا نشوف اللي الانسان هو اكبر سبب في التغيرات المناخية، وان ميم طون الانسان هو الحل الوحيد وهو الناجع الوحيد باش انه وي فايت كلايمت تشينج مع بعضنا. مستني منه ان احنا نبدا يعني نهتم بالجو شوية، عشان تلوث الهواء ده بيعمل المشاكل الكتيرة دي، يعني ارتفاع درجات الحرارة بالزيادة. فأعتقد مؤتمر المناخ هيقول على النصائح ان احنا نعملها، فنبدأ الدنيا تبقى هادية شوية في درجات الحرارة. موضوع الاحتباس الحراري وتغيير المناخي اللي دي يصير اليوم بالعالم كله بسبب الممارسات، وبدأ العالم ينتبه عليها كلش، إلا احنا بالعراق ما كان بالفترة كلها اللي فاتت أحد ينتبه عليها أو أكو توعية، كأنه احنا مفصولين عن العالم. بالنسبة للدول العالم الثالث ما في أي مشكلة، خلها تأثر تأثر، ما في أي مشكلة، لأنه الدول الصناعية والدول المتقدمة قادرة أنها تطور أو قادرة تدفع. بالنسبة لدول العالم الثالث ما يعني رأيي أنه تأثر أو ما تأثر ما في أي مشكلة. إحنا اللي مأثر علينا أنه إحنا مش ملاقيين شغل، إحنا بدنا نشتغل، إحنا شباب عمرنا 25 و 26 و 30 سنة عمر قاعد بضيع منا بسبب المواضيع هذه اللي هي تفاهتهم وإحنا ما فيش عنا منها. مش هتفرق معنا حاجة يعني، ولا هيتغير علينا حاجة يعني. بدل ما تشوفوا مؤتمر يغيروا في المناخ، شوفوا مؤتمر يغيروا في العالم، يعني بدل ما هو كل العالم قاعدين بحارب في بعض وفي قاعدين بعض، شوفوا مؤتمر نعيش كلنا بسلام. من بدت أو بدت التفكير في مشكلة أو قضايا التغير المناخي، أنه أكثر النقاشات تدار بين الناس المختصين بهذا المجال فقط، ما في دمج للناس العاديين. فهو هدفنا واللي أهدف له وإن شاء الله يتحقق في كوب 27 محاولة دمج الناس بشتى تخصصاتهم بشتى الخلفيات الخاصة بهم، عشان يعرفون أن مشكلة التغير المناخي هي ليست مشكلة مختصة بالمختصين فقط، بل لكل شخص يعيش على كوكب الأرض. أتمنى يعني من خلال الكوب أن الحكومات تكون involved أكثر، كذلك القطاع الخاص، القطاع النفطي، ويقع على عاتقنا نحن النشطاء اللي هو توعية الناس اللي أمثالنا الناس العاديين.